مهرجان سميتو فيستيفال انترناسيونال دو شون كورال اونتر دو ريف بين دي فلاتين. المهرجان ديالنا ديجا عندكم تلقى ديالو ابارتيغ من غدا يعني 10 في الشهر و 11 في الشهر دونك 10 و 11 جمعة و السبت. دونك لا بوليفوني هي فاش كيغنيو واحد المجموعة كيتقسموا لبزاف ديال الأصوات وكيغنيو دي ميلودي ديفيرونت دي فوا دي ريتم ديفيرون دي فوالا وكيتجمعوا لي فوا كاملين كيعطيونا واحد لو ريزولتا اللي هو تخي بليزون في السمع. الأهداف هو الالتقاء بالغناء الكورالي البوليفوني لأن كاين واحد الخلط كبير ما بين كورال كلمة كورال غناء فقط أليميسيون يعني صوت موحد وما بين الكورال البوليفوني كما شرح قبيله الأستاذ جان. روح طنجة كتقدم هذا المهرجان في حلة جديدة كان عبارة عن مهرجان نغم للغناء الكورالي واللي كان كيضم مجموعة من الدول. الآن اخترنا فقط يكون واحد لقاء بين بلدين فقط اللي هي إسبانيا والمغرب واللي غادي نقدموا فيه إن شاء الله يومين من يعني من الحفلات اللي غادي تكون خيرية وحدة خيرية وأخرى غادي تكون يعني في بوبليك يعني الجمهور طنجاوي. البرنامج فيه كذلك مفاجآت اللي غادي يكتشفها الجمهور اللي غادي يجي يحضر ان شاء الله اليومين يوم الجمعه 10 ماي و11 ماي يوم السبت. اولا السؤال الاولاني هو علاش ما كتدعمش المهرجانات او الجمعيات الثقافيه لان ما نقولوش غير الموسيقى يعني ماشي غير الفن راه حتى ملي كنعمل الشعر ولا كنعمل مثلا القراءه او الرسم راه حتى هذا فن وثقافه خصنا ندعموها. هذه الحاجه الاولى انهم ما كيدعموش الجمعيات الثقافيه الفنيه. الحاجه الثانيه هو دائما كيخرج الدعم مثلا السينما كيخرج الدعم للمسرح لكن للموسيقى ما كيخرجش الدعم. كيجيو مشاريع كيطلب منك واحد المجهود كبير وفي اخر المطاف كتفاجئ انه تعطاو لبعض الجمعيات وانت اللي كتخدمي طول السنه ما كيتعطى لك والو كجمعيه. اذا كيفاش بغيتوني انا نزيد ننشط المدينه؟ صعيب جدا. طبعا ولا بد ما نطرقوا الابواب ديال الولايه هي الاولى. قدمنا للطلب ديالنا للقاء مع الولي ما كتبش ما حتى شي واحد ما عيطنا عاودنا للطلب مره اخرى ما كانش رد نهائيا ايجابي. الجماعه طبعا مشينا عندها وبغينا نتلاقاو رئيس الجماعه باش نطرحوا عليه المشروع ديالنا يعني حنا كلشي عندنا ولكن ما كاينش استقبال يعني كاين رفض من البدايه ما كيخليكش حتى تقدم المشروع ديالك ومن بعد يقول لك ايه عجبني اقتنعت به او ما اقتنعتش يعني من الاول كاين رفض. كذلك انا يعني رأيي الشخصي ربما لأن احنا ما تابعين حتى شي حزب ربما هذا هو يعني هذا هو السبب لأننا ما كناخذوش دعم مادي كباقي الجمعيات.